وانا صغيره قوي كان في مسابقه نزلت في الجريده رسميه، وكانت في السعوديه لدار مجوهرات كبيره قوي عن التصميم، وبعتت فيها. كنت يعني يمكن في تانية اعدادي او تالتة اعدادي. كان ليها شروط من ضمنها السن والدراسه، طبعا انا ما كنتش دارسه حاجه، فبعتوا لي جواب شكر واعجبوا جدا بتصميماتي، وطلبوا مني ان انا اكمل دراسات في المجال ده، وان انا ابقى دايما على اتصال بيهم وابعت لهم تصميماتي. هي بتبقى زي ارهاصات متعدده تبين لك ان ده انت بتعرفي فيه او انت متميزه فيه.